So we're going to kickstart with Mashhoor, Mashhoor Zabian. He's going to talk to us about design for emotion. First of all, I'd like to apologize to those who don't understand Arabic. This will be in Arabic, so I apologize. Assalamu alaikum, Jamian. اسمي مشهور طبيان User Experience Specialist من السعودية. اليوم نتكلم عن Designing for Emotion أو كيف تصمم البرودكت حقك بحيث أن المستخدمين يتفاعلون عاطفياً معه. قبل يومين كنت أتكلم مع واحد كان يسألني هو عنده برودكت كده يشتغل عليها وشغلات فقال لي وش راح أتكلم عنه في عرب نت فقلت له Designing for Emotions والعاطفة وما أدري إيش قال لي عمي خرابيط كلام فاضي يعني خلاص أنه لك فترة طويلة تقنعنا في Usability بعدين يوم صرنا الحين نسوي برودكت يوزبل صرت تقول لازم تصير ايموشنال وما ادري ايش ما الومه نوعا ما لانه فكره الديزاين عندنا هنا في العالم العربي شوي سطحيه صوتي واضح اللي عندي ورا ولا تمام اوكي نوعا ما الومه لان فكره الديزاين او المفهوم الديزاين عندنا في الدول العربيه شوي سطحي يعتبرون الديزاين هو مثل ما تقول الميك اب حق البرودكت ما هو فعليا البرودكت نفسه بينما فعليا الديزاين يمثل الفانكشن والديزاين حق البرودكت ما تقدر تفصل الاثنين عن بعض تقول انه اللاي اوت فقط هو الديزاين او الفانكشن هو الديزاين فالديزاين الممتاز هو اللي نقدر نقول عنه اللي يمثل الفانكشن حق البرودكت ويوضحه للمستخدم بدون ما يحتاج انه يشرح للمستخدم هذا كيف يشتغل او هذا كيف يسوي هالشيء ستيف جوبز قبل قال design is not what it looks like and feels like design is how it works فالاكسبيرينس كامله كلها هي ديزاين ما هي فقط اللوك اند فيل حق البرودكت حتى الفانكشناليتي والبرفورمانس والشغلات هذه كلها ما هي فقط على الويب ابس والويب سايتس والجيمز والشغلات هذه تنطبق حتى على اي شيء نستخدمه اي شيء نتفاعل معه Guys, if anyone wants a translation tool, we have headsets back there. So if anyone wants to understand, you know, translation tools are back there. فيغطي المفهوم يغطي كل شيء نتفاعل معه أو نستخدمه في حياتنا. ما هو بس على التكنولوجيا أو الموبايل أو الجيمز أو الشغلة هذه. فعشان نوضح بس ال وحتى بس عشان اوضح الفكره حقت كيف الديزاين يمثل الفانكشن عندك مثل الدور هاندلز لما الحين الباب تبغى تصمم باب ممكن تخليه من جهتين جهه توضح للشخص اللي راح يفتح الباب انه هذا الباب بوش اونلي والجهه الثانيه يكون فيها هاندل انه ذس از بول اونلي بدون ما تكتب بول وبوش يعني تكون واضحه من الديزاين نفسه يعطيك تيب على الاستخدام كيف راح يكون عشان نوضح الفكره هذه في ديزاينرز كثير يستخدمون الترينجل اوف نيدز هذه كانت مازلو بدأ سواها بس لشغلة ثانية وهنا مسوينها للديزاين يقول لك الديزاين ما راح يكون ممتاز أو إفكتيف إلا إذا لبى الاحتياجات هذه كلها ابتداء من تحت في أكثر من لير أول لير فانكشنال البرودكت حقك لازم يكون فانكشنال لازم يشتغل لازم يسوي الشيء اللي مطلوب منه يسويه بعدها يكون ريلايبل يعني يشتغل ويكون ريلايبل ما مثلا إذا كان ويب سايت ما تدخل عليه يكون داون فجأة ولا يعني لازم يكون ريلايبل معك بعدين يوزبل يكون اقل عدد من الايرورز او اقل عدد من الاخطاء اليوزر يستخدم البرودكت حقك بكل سلاسه ما عنده اي مشكله فيه بعدين كذا يجي بعد كذا يجي بليجربل يعني يكون الواحد يستمتع بالشيء اللي قاعد يستخدمه يكون يحب الشيء اللي يستخدمه فانت تبذل الافورت من تحت الى فوق اخر شيء طبعا زي اي قاعده في الحياه في اكسبشنز ممكن مرات ان البرودكت ما يكون يوزبل لكن يكون بليجربل وهذه ممكن نوضحها بالدايجرام هذه اليوزابيلتي هدفها ان ريموفينج فريكشن فهدف اليوزابيلتي ان الواحد يستخدم البرودكت بدون ما يكون في مشاكل يعني بكل سلاسه يستخدم البرودكت وكل شيء واضح وكل شيء سليم الجزء اللي اتكلم عنه هنا السايكولوجي اللي هو انكريزنج موتيفيشن كيف تخلي الواحد كيف ترفع الموتيفيشن للشخص عشان حتى لو كان في يوزابيلتي ايشوز راح يتغاضى عنها هذه ممكن بالسعوديه مثلا عندنا تويتر ممكن نقدم فكره جديده شوي انه الفولورز والفولوينج والمنشنز والشغلات هذه لكن الناس كثير ما عندهم اي مشكله انهم يبذلون افورتس في الموضوع يتعلمونه لانهم مثلا في شخص يبغى يتابع السياسي اللي يحبه في شخص يبغى يتابع المطرب اللي يحبه ففي فاليو كبيره جدا تخلي الواحد يتغاضى عن اي مشكله ممكن يواجهها شغله ثانيه حتى عشان اوضح الموضوع ان اليوزابيلتي مرات ما تكون مهمه اذا كان الفاليو جدا كبير في البرودكت عندك الساعه بس انا شريتها مؤخرا قبل كم شهر الساعة صعب قراية الوقت فيها صراحة not usable ناس كثير قالوا لي أنت الحين متخصص يعني في usability وال evangelize the usability وهذا ليش تشتري شيء زي كذا لكن فعليا أنا ما شريتها عشان الوقت بس اللي شريتها عشان تسهل الناس كثير يتكلمون معي فهذه تخلي مثلا جالس في conference
واحد جالس جنبك يمكن متردد يتكلم معك ولا خايف يتكلم معك ولا شيء، ياخذها هذه كبدايه يقول هذه غريبه كيف تقرا الوقت فيها، علمني كيف اقرا الوقت فيها، فتبدا من هناك كونفرزيشن ستارتر. فالفاليو حق ما استخدمها للوقت على فكره، اطلع جوالي كل ما ابغى اشوف الوقت، لكن الساعه يعني غريب شكلها كذا وتخلي الناس يتكلمون معك اكثر، فتعطيني فاليو اكثر صراحه اكثر مني اشوف الوقت فيها. طيب ليش نهتم للايموشنز؟ يعني هل احنا جالسين نضيع وقتنا واحنا نهتم بالايموشنز؟ هل في اي فاليو فعليا احنا نهتم ان نخلي اليوزر يكون مبسوط ويستخدم البرودكت او يحب البرودكت؟ اول شيء الفاليو الاساسيه انك تبغى الواحد يتذكر الاكسبيرينس حقته في البرودكت حقتك، يعني اذا استخدم البرودكت حقتك تبغى يتذكر الاكسبيرينس هذه حتى يستخدمها كرفرنس، وحتى بعدين حتى يدل ناس ثانيين على البرودكت حقك. في هذه ستدي طلعت بريزلت ان اي مومنت تكون ايموشنلي تشارج او مليانه بالعاطفه راح تسهل على الميموري حقتك انها تحفظ اكثر من اي مومنت ثاني. يعني اذا كان مثلا خلينا نقول مثلا 9/11 مثلا، راح تتذكر وش كل شيء صار في 9/11 لانه ايموشنال واشياء صارت كذا شغلات، بس ما تتذكر وش صار بعد 9/11 باليوم الثاني، يعني ما عندك اي فكره وش صار اليوم هذاك اللي اذا صار شيء يعني بريك اب ولا شيء اي شيء مريت فيه. شيء ثاني تقدر تستفيد منه في الموضوع الايموشنال، لان تقدر تخلي اليوزرز يسوون اشياء ما كانوا راح يسوونها باي طريقه ثانيه. عشان اشرح هالشيء، عندنا اول شيء احنا في المخ الواحد فيك مقسم ثلاث اقسام، في ثلاث عقول يسمونها داخل المخ الشخص. المخ الاول اللي هو المخ البدائي، هذا لما مثلا تروح على المكتب من الصباح ما راح تفكر بالطريقه اصلا، راح تمشي كذا اوتوماتيكلي. واحد مثلا يحاول يضربك دفع عن نفسك، هذه برضو تصير اوتوماتيكلي، يعني اشياء كذا سرفايفل سكيلز، اشياء للبريذنج، اشياء كلها اوتوماتيك تصير. اللاير الثاني الايموشنال برين، هذه بتكون كل الفيلينجز تتحكم فيها، الحب الكره الشغلات الثانيه. الثالث اللي هو اللوجيكال برين، اللي الاشياء اللوجيكال كلها الكالكوليشنز، الشغلات اللي تستخدم فيها المنطق اكثر شيء. وش نستفيد من الكلام هذا كله؟ نستفيد انه العقول الثلاثه هذه، العقل هذا عنده امكانيه انه يسيطر على العقل الثاني. يعني مثلا لو خلينا ناخذ كذا مثال اكستريم شوي، يعني جالس في المطبخ جالس تقطع شيء، بعدين جاء صاحبك خوفك، ممكن في احتمال انك تطعن كذا تدافع عن نفسك فجاه، فلانه مع انك صاحبه وتحبه وكل شيء، لكن هذا خلاص في ثريت تيكس كنترول من على البرين كله وراح يخليك يتحكم فيك تماما. نفس الشيء الايموشنال، ممكن واحد يسوي لك حركه تثيرك ايموشنالي، بيكون هذا صاحبك قريب منك وتسوي شيء انت عارف انه غلط لكن تسويه بس عشان تضره ولا بس عشانك متفاعل ايموشنالي. فالشيء هذا ممكن تستغله في اليوزرز، انا شخصيا استغله فيني booking.com كثير سواء فيني ادخل مثلا على اوتيل ابغى غرفه، بهذه الغرفه هناك ما اكون مره يعني ابغى الغرفه هذه، مو اكيد يعني الى الان ما اتخذت قرار، بعدين فجاه يطلع لي النوتس انه most recent booking for this hotel was 46 minutes ago from Spain. يعني في واحد هذا interesting الاوتيل، تجلس شوي بالصفحه بعد شوي يطلع لك نوتس ثانيه انه someone is looking at this hotel right now، يعني انتبه الغرفه راح تروح عليك. بعدين طلعت تنزل تحت عند الغرف تلقى انه one room left، يعني خلاص يا تاخذ الغرفه الحين يا تروح عليك، يعني ما في اي مجال. فانا خلاص الايموشنال برين عندي ياخذ الموضوع كله تيكس كنترول، اخذ الغرفه حتى لو ما ابيها، يمكن اكون داخل دوله اصلا ما راح اروح لها بس اكون خايف كذا واخذها على طول. ف بوكينج مثلا استخدم الايموشن حق الفير، الخوف، يبغى يستغلك يبغى يخوفك، كل ما تدخل صفحه يبغى يخوفك يحسسك انه هذه الغرفه ممكن تروح عليك، الهوتيل هذا ممكن يروح عليك. اوكي ممكن كان انه يعرض لك الرومز بالشكل التقليدي وهذه الغرفه ستاندرد وهذه كذا، لكن هو بالاضافه الى كذا استخدم الايموشن في انه يخوفك ويبغى يخليك تاخذ الغرفه بدون ما تفكر، خلاص ابغى استفيد منك باسرع وقت واطلع اترك الموقع. الشركات الثانيه برضو زينجا نفس الشيء، زينجا يمكن كانت مركزه على الادمان، هي اللي مسويه فارم فيل وسيتي فيل كذا، تلعب فارم فيل مثلا نقول اوكي بنسوي لك المزرعه، تروح تحط البذر بعدين لازم ترجع بعد فترة معينة عشان تحصد ولا راح يروح عليك، تحسس بالمسؤولية، تبغى تصير مدمن أساس تيجي تلعب أكثر وتدفع أكثر أو أيا كان الشيء اللي يبونه منك. أبل نفس الشيء، أبل تبغى تخليك تحب البرودكت حقهم، يهتمون في الإكسبيرينس حق الستور، كيف تدخل وتقدر تسوي تشيك أوت من أي مكان في الستور، كيف الماتيريال حق اللابتوب، كيف التفاصيل اللي موجودة في الأوبريتنج سيستم، ما هي فقط مثل ما بعض يعتقدون أنها أونلي ماركتينج. يعني من كثر ما أبل مهتمين في الموضوع هذا صار عندهم فان بيس مره مزعج رامي للماك هيدز قالتهم. وغير كذا صارت اغلى شركه الان، قيموها كاغلى شركه في العالم، 600 بليون الظاهر قيمتها السوقيه الان.
فهذه شغلة. فمعناتها الآن إنه كل ما تحاول تحرك الجانب العاطفي عند اليوزر، كل ما طلعت فلوس أكثر منه، أو كل ما طلعت زيارات أكثر، أو أيًا كانت الأهداف حقتك. فالحين بنستعرض بعض ال، عارف قبل شوي كان كلام نظري كله، فالحين بنستعرض بعض الخواص اللي تكون موجودة في الإيموشنال ديزاين. هذه بعضها فقط، ما هي كلها، ما هي شامل الموضوع، وحتى في النقاط اللي راح نأخذها بنتكلم عنها بريفلي بس عشان الوقت يعني. فأول واحدة aesthetically pleasing، البرودكت حقك عشان يكون يتفاعل مع الواحد لازم يكون aesthetically pleasing. إذا كان البرودكت شكله حلو في نسبة كبيرة، أو راح ترفع نسبة إنه اليوزر راح يتغاضى عن المشاكل اللي موجودة فيه. يعني نأخذ مثال، طبعا هذا شيء موجود فينا كبشر، ما هو يعني شيء exception ولا culture معين. إذا كان الشيء حلو ممكن تغاضى عن المشاكل اللي فيه. يعني مثال عندك مثلا meeting حق شغل في كافيه، طلعت أنت ومديرك راح عندكم meeting في كافيه، جت الويتر بنت رمت عليك الكوفي بالغلط، انكب عليك خربت ملابسك كلها، التفت على الويتر. إذا كانت حلوة في احتمال كبير أنك راح تتغاضى تماماً على الموقف، تقول معليش يعني الحمد لله جت سليمة كده. إذا كانت شوي يعني ما هي مرة، فممكن لو سمحت المانجر جيب المانجر الحين. فهذا الشيء في البشر كلهم، إذا كل ما صار شيء أحلى كل ما صار فيه نسبة أعلى أنك تتغاضى عن المشاكل الموجودة في البرودكت. يعني حتى في الأشياء البسيطة مرة، يعني يجيك مثل البوتن، شوف نفس البوتن بالضبط تقريباً نفس الدايمنشنز، بس أي واحد فيهم يعني تبغى تضغط عليه تلاحظ ان الثاني، لان الثاني فيه ديتيلز بسيطه، الباك جراوند شوي متغيره، تحس ان الديزاينر فعلا اهتم بالتفاصيل، تحس ان البرودكت اللي تحت يمكن يستخدم الزر اللي تحت تحس انه اغلى من اللي فوق، مع انه ما في اي فرق، يمكن نفس الشيء، لكن بمجرد اهتمامهم بالديتيلز، هذه برضو شيء ابل تبدا فيه، مجرد اهتمامهم بالديتيلز الزر اللي تحت بيكون مور اتراكتيف بالنسبه لك. وانا عارف انه في ناس هنا يعني عندهم فكره حقين ستارت ابس انه ريليس ايرلي وام في بي وشغلات هذه. اوكي ريليس ايرلي، بس يعني تخيل انك جالس في غرفتك بعدين اضطريت تطلع بسرعه، يعني ما راح تطلع بالاندروير، يعني راح تلبس لك شيء على الاقل كذا مرتب تقدر تواجه فيه الناس. فنفس الشيء في البرودكت، يعني خذ لك شيء للمينيمم بس برضو يكون الالاينمنتس كويسه، اختيار الالوان كويس، شيء بسيط مرتب، مو لازم يكون ديزاين مره خطير. يعني الشغلة الثانية يكون ديزاين ريوردينج. يمكن بعض الناس يروح التفكير انه ريوردينج زي فور سكوير مثلا، البادجز والشغلات هذه اللي تكسبها، اللي ممكن انك عند اصحابك انك تتفاخر عندهم انه انا عندي بادج اللي انت ما قدرت تجيبه، او انا عندي الشغلات الفلانية اللي ما هي عندك. لكن هي تيجي بعد بشكل ثاني، مين نستخدم هنا كلير اب حق تو دو ليست؟ في احد مرت عليه؟ ما في الا خمسة بس. هذه اب بالضبط دقيقس، هذه الاب حق تو دو ليست، ما هي عمليه نهائيا على فكره لو الواحد بيجربها، لكن حلو ان الواحد يجربها. الاب هذه كل معتمده بشكل اساسي على الاكسبيرينس فقط، ما اعتقد في احد يستخدمها بشكل جدي، لكن من فتره لفتره اشغلها كذا استمتع باستخدامها، لان لما تخلص تاسك انا الابلكيشن اللي استخدمه بس اضغط كذا تشيك بوكس بعدين التاسك يصير رمادي خلاص، هذا يو كومبليتد ذا تاسك. بس هنا لما تخلص التاسك بعدين تحط الاصبعك عليه كذا يطلع صوت كذا تن ويتغير لونها، فتحس انه تحس ان الاب جالس يكافئك. في مثلا تو دو ليست اب ثانيه لما تخلص التاسك تحط عليها التشيك بوكس تشوف ويجلس كذا يشخط عليها، يعني انت خلاص انجزت الان. فهذه من الشغلات اللي الانجري بيردز مثلا تحس وانت تتفاعل معها، لما تسحب الطير على ورا تحس ينشد بعدين ترميه وتكسر اللي قدامك. يعني في شغلات تقدر تحسس اليوزر انه فعلا قاعد ينجز، قاعد يسوي شيء، قاعد ياثر على الشيء اللي قدامه. شغلة ثانية surprising، هذه نقطة حلوة. أحد هنا سوى installation WordPress قبل كذا؟ WordPress، ما عاد استخدم WordPress. مشهورة بال one step installation، هي one step و two step ما أذكر صراحة. لكن أول مرة أتذكر أول مرة استخدمته جيت يعني كنت جاهز. كيف؟ five steps؟ كيف five؟ one screen. five screen. اه اوكي طيب شكرا تسعي. بس اقل من اللي توقعه صح ولا لا؟ فاقل من اللي توقعه. شخصيا اول ما استخدمته استغربت صراحه انه خلص بسرعه الانستليشن هذا، توقعت انه شيء يعني بياخذ مني فتره وكونفيجريشنز كثيره وكستمايزيشن، هذا على طول خلصته. حتى يقول لك المسج هنا were you expecting more steps sorry to disappoint، يعني اسفين ان disappointed you ان خلصناها بسرعه لك. الالمنت اوف سربرايز ما هو شرط يكون جوا البرودكت تبعك، ممكن يكون بعد
بعد ما تتعامل مع البرودكت. مثلا على سبيل المثال اشتريت تي شيرت اونلاين قبل فتره اشتريته, ما كانت الاكسبيرينس عاديه يعني, اشتريت دخلت على الستور واشتريت التي شيرت وتشيك اوت وخلاص وصلني التي شيرت, فتحت الكرتون, فتحت الكرتون كان عادي, فتحت الكرتون كان في كذا كانديز صغيره جوا, فانا توقعت انها طاحت من احد ولا شيء, اخذتها استغربت رميتها. لما طلعت التي شيرت وفتحت الكيس كان في جوا نوت من السي او يقول ان الكانديز هذولي كان يستمتع فيها وهو صغير, كان مره يحبها وحب انه يشاركني فيها على اساس يشاركني في الكاندي اللي تخليه يتذكر طفولته. فانا انبسطت مره صراحه, شفت الحركه هذه ما توقعتها ابدا, مين اللي يحط حلويات مع التي شيرت. فاخذتها ووريتها, مثلا وريتها اهلي, رحت وريتها للشباب, كتبت بلوج بوست عنها, يعني هذه كلفت اقل من دولار, خلتني اسوي ماركتنج لناس كثير, حتى عندكم الحين جالس اسوي لها ماركتنج, مع اني ما كتبت الموقع وشو, لكن عموما الحركه كانت جدا رائعه. فتقدر جوا البرودكت او برا البرودكت تفاجئ الكاستمر. شوف عاده كيف الكاستمر اكمبلش التاسكس حقته في برودكت سيميلر تو يور برودكت, وبعدين حاول تفاجئه انك تقصقصها هذه كلها, تعطيه اشياء اقصر او اشياء افضل او تفرحه باشياء ما كان يتوقعها مثلا. يعني في قصه ثانيه بعد برضه محل ملابس ثاني بس ما حصلت لي, انا قريتها في كتاب صراحه. صاحب محل ملابس اشترى منه كاستمر لبس بقيمه معينه, وبعد 10 ايام سووا عليه تخفيض بعد ما اشتراه, خلاص اشتراه وراح هذاك, فجاء زعلان قال ليش ما تعطوني خصم, يعني خلاص اعطوني ريبيت, ابغى ترجعوا لي الفلوس اللي خصمتوها من البرودكت هذا. فحاولوا معاه انه ما يصير, احنا بزنس صغير وما نقدر نسوي الحركات هذه, فقال لا انا ابغى الخصم حقي. فقال البزنس اونر قال له اوكي بنعطيك الخصم اذا فاز فريقك الفلاني, هو كان يشجع فريق فلاني, اذا فاز فريقك الفلاني على الفريق الفلاني راح نعطيك خصم, وراح نعطيك شيء زياده بعد الخصم, راح نعطيك اي برودكت تختاره, بس اذا فاز فريقي بعطيك الخصم بس راح تقول لشخصين انك انت كونسلتنت عندنا. فيقول البزنس اونر يقول انه هذا الشخص هذا الى الان من اكبر الكاستمرز عنده, لان ما كان يتوقع ابدا رده الفعل هذه, كان يتوقع انه مجرد انه سوري وي كانت سيرفيس يو خلاص مع السلامه, يعني لا تجينا ثاني مره. هذا البيرسوناليتي, كل ما نتكلم عن البيرسوناليتي في البرودكتس في الويب ابس في كل ما تكلم عن البيرسوناليتي الناس يعتقدون انه لازم تكون فني, مو شرط تكون فني, نفكر في المنتج حقك والبرودكت, وات كايند اوف بيرسون از ات, هل تبغى البرودكت حقك يكون بروفيشنال, يمثل, تخيل انه شخص راح يتكلم مع العميل مباشره, كيف شخصيته تبغى تكون, هل تبي تكون فني, هل تبي تكون جاد, هل تبي تكون ايا كان, يعني هل تبغى يكون ثرثار ايا كان موجوده. هذه مثلا هوت سويت لما يوقف الابلكيشن الاكتيفيتي ما يقول لك انه ابلكيشن ستوب ذس اكتيفيتي ما ادري ايش بليز ريزوم ولا ايش, يطلع لك يقول اي واز بورد سو اي ديسايدد تو تيك ا ناب ليت مي نو وين يو جيت باك, يعني شغله كذا تضحك, يمكن تخليك حتى لو الحركه هذه عطلتك عن شغلك راح تخليك عادي, يعني تضحك وتتغاضى عن الموضوع. الشغله ثانيه كيف البيتش الفاليو حقك للكاستمر, لما تبغى تكلم الكاستمر عن طريق البرودكت حقك, خلينا نقول موقع مثلا تبغى تخليه يسوي ساين اب, او خلينا بالكيس هذا تبغى يشتري كاميرا من عندك, ممكن زي 95% من الشركات يقولون السوبر فاست كاميرا وتكست, يركزون على التكنيكال سايد انه هذا الكاميرا ومدري كم ملي سكندز ومدري ايش. ممكن تاخذ الابروتش حق الشركه الثانيه القليله هذه اللي منها برضو ابل, اللي هي انه instantly capture special moment with our super fast camera, يعني يكلمك كانه صاحبك قاعد ينصحك فيها انه هذه والله ياخذها, هذه بتساعدك لما تطلع هنا, لما تسوي كذا, لما تسوي شغلات هذه, ف more human. ما هو الهيومانيتي, ما هو لازم يكون من نفس البرودكت, ممكن يكون مثل الفيسبوك ويدجت. هذه ما هي مجرد, بالنسبه لي ما هي مجرد ويدجت فقط, الفيسبوك ويدجت تساعدك انك تشوف انه في هيومنز يحبون البرودكت هذا, في ناس قاعدين يستخدمون البرودكت هذا, والاقوى لو كانوا اصحابك يستخدمون البرودكت هذا انه لايك البرودكت هذا, فانستنتلي تخليك لازم تعطي الابلكيشن هذا او الموقع هذا فرصه, لان في ناس ثانيين جالسين يستخدمونه, او ممكن اذا كانوا الفريندز حقينك جالسين يستخدمونه. شغله ثانيه في البيرسوناليتي, اعتبر لا عفوا هذه اللي نسيت اذكرها, الايمجز اللي كثير ناس يستخدمونها في المواقع هذه انا انصح تماما تبتعدون عنها تماما, لانها ما هي حقيقيه, فيك ايموشنز جالسه تطلع لك, ما في احد يسوي كذا اعتقد اذا انبسط في الدوام ولا شيء, ففيك ايموشنز تعطي انطباع سيء جدا, فاقترح انه ما حد يستخدمها نهائيا. اعتبر البرودكت حقك كانه يكون في كونفرسيشن بينه وبين اليوزر, فلما تطلب منه مثلا موبايل نمبر
ليش تطلب مني موبايل نمبر؟ طيب علمني، هل أنت راح تسوي سبام لجوالي؟ هل أنت تحتاجه عشان تسوي اكتيفيشن ريجستريشن؟ تخيل نفسك انك تتكلم مع اليوزر اللي راح يسأل عليك اشياء كثير، وراح تكتشف مشاكل كثير عندك في البرودكت. الاخر شغله الانوفيتيف، الابداع. تبغى تبدع، ابدع، بس ابدع عشان تحل مشكله، مو تبدع عشان مجرد الابداع. مثلا البنك اللي انا فيه يطلع لي الحسابات على شكل كارد، مع اني ما هي كارد في النهايه، هذه ستيتس وتايب، ما اعرف ايش، وما يطلع لي حتى هذا، يفترض انه السمري فيو، بس ما يطلع لي كم عندي مبلغ او شيء. والمشكله ما عندي الا 3 حسابات، بس ما ادري ليش يطلع لي رابع تحت. ف شكله غريب، بس هو كان حاب يبدع، حاب يطلع بشيء جديد، بس لمجرد انه يطلع بشيء جديد، ما هو لانه يبغى يساعدني يعني اني اكمبلش التاسكس حقتي. في فيو ثانيه للسمري فيو، لكن عموما هذه كانت سيئه. عكس مثلا ابل لما سووا سلايد تو انلوك، ممكن الناس يقولون اوكي الاندرويد سواها ولا نوكيا سواها قبل، لكن عموما الفكره هذه يمكن افضل من فكره قديمه اللي كانوا يسوونها نوكيا، اللي تضغط بزر بعدين تضغط نجمه ولا شيء. فهذه امبروفمنت، ما هي مجرد كذا انوفيشن مجرد الانوفيشن. فهذه تقريبا 5 things اللي تقدر تسويها في البرودكت حقك عشان يصير في emotional connection بينه وبين الناس. يبقى سؤال أخير، how do we test emotions؟ كيف تختبر الemotions؟ كيف تختبر التفاعل اللي يصير بين الناس والبرودكت؟ أي أحد familiar؟ في أحد هنا familiar بالusability testing؟ أوكي، 3 بس. الفكرة باختصار مبسطة بشكل كبير عشان الوقت، جيب واحد ما يعرف أي شيء عن البرودكت، أعطيه شغلات معينة يسويها بدون ما تساعده، خليه يجلس جنبك. تيك نوتس عن المشاكل هذه كلها اللي جالس يمر فيها، انه مثلا اللوجن سكرين فيها مشكله، فيها شغلات. بالاضافه الى كذا تيك نوتس على الرياكشنز حقته، يعني مثلا في اللوجن سكرين مثلا قال وش فيه هنا، يعني الاشياء هذه الديتيلز البسيطه، مثلا في طلع له مسج معين قال واو، الاشياء هذه كلها تسجلها نيجاتيف ولا بوزيتيف، وتقدر بعدين ميجرت انه الريليس الجاي كيف الايموشنال ريسبونس مع بينه وبين البرودكت. ف هذا كان الـ presentation، إن شاء الله يكون فاتكم. إذا عندكم أي سؤال، أنا عارف إن الوقت خلص، لكن إيميلي هنا عموماً اللي حاب يرسل أي سؤال بخصوص الموضوع هذا أو عن usability user experience يتفضل يعني. يا وراح أكون موجود يعني عموماً اليوم. فيعطيكم ألف عافية وشكراً لكم.